ألقى الفنان السعودي خالد الفراج في برنامج استوديو 21 في تقليد الداعية المصري الشهير مبروك عطية، وأطل الفنان خالد الفراج على الجمهور في هيئة وإطلالة الداعية المصري المعروف الشيخ مبروك عطية. ويثير الشيخ مبروك عطية الذي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي الجدل بآرائه وتفاعله مع الجمهور. ودارت قصة حلقة استوديو 21 عن ردود مبروك عطية على المتصلين به في برنامج التلفزيون الشهير. وفي قالب كوميدي يضاف لطرافة الداعية المصري، قدم خالد الفراج لوحة فنية مذهلة أثارت إعجاب الكثيرين. وتقمص خالد الفراج شخصية الداعي مبروك عطية خلال تلقي اتصالا من سيدة تتصف بأنها نحس على زوجها.